اهلا بحضراتكم في اخر فقراتنا النهارده في المحترف، وطبعا منورنا كريم، وكريم عنده كمان حاجات على مستوى الايجابيات والسلبيات اللي حصلت في المباراه الاولى، وازاي ان شاء الله يعني تكون يعني درس لمباراه بكره والفوز باذن الله. كريم كلمتني على ثلاث نقط. كانت النقطه الاولى ونحن اتكلمنا معاك فيها الافضل للمنتخب المصري بدايه المباراه بالزبط. هل الضغط من امام او التراجع في وسط الملعب؟ بالظبط يا كابتن هاني، احنا فعلا محتاجين يعني عقليا ان احنا نخرج من مساله ان احنا بنلعب مباراه خارج ارضنا والجمهور والضغط، لا احنا فعلا محتاجين نبص للملعب فقط. انا في وجهه نظري الشكل اللي احنا بدانا بيه مباراه القاهره بالصوره اللي معانا على السكرين دلوقتي واحنا بنضغط المنتخب السنغالي وعاملين له الستاره بقى مش نص ملعبنا، الستاره من قدام نص ملعبه، هو اجبرناهم ان هم يعني يتجهوا للكرات الطوليه ونمنحهم تماما في فكره التمرير البين. نشوف محمد النني ازاي عامل محلق من بعيد ومامن الضغط، اللعيبه كلها بص يا كابتن كله باصص لعيبه اللي حامل الكوره وبيضغط عليه، وبالتالي لعيبه خط الوسط في منتخب السنغال ما فيش حد عنده الجرأه انه يستلم، لانه لو استلم الكوره في المنطقه دي المسافات قريبه جدا، يعني حتى لو اتلعبت الكوره يبقى المسافه قريبه جدا اضغط عليه بشكل جيد. بالظبط، وطبعا لازم نقول ان الصور دي كانت قبل الهدف، يعني احنا بادئين المباراه بالشكل ده صحيح. وعندنا الشجاعه والقدره والجراءه ان احنا نهجم عليهم ونضغطهم، طبعا اكيد بدايه المباراه والحماس الجماهيري، فانا شايف الاسلوب ده هو افضل اسلوب لينا. وحتى جبنا الصوره اللي بعديها هنلاقي ان المنتخب السنغالي اجبر على الكرات الطوليه واللي راحت خارج الملعب، وبرده زي ما حضرتك تفضلت وقلت ايفي لو اتلعبت في نص ملعبنا وقعت الكره الثانيه احنا عندنا مساحه، عندنا مساحه ان احنا نقدر نستحوذ ناخدها وناخد بالظبط. دي الصوره الاخيره بنشوف خلاص المنتخب المصري فعلا نجح تماما في انه يجبر المنتخب السنغالي على لعب الكرات الطوليه ما يلعبش خالص على الارض. طيب دي نقطه مهمه جدا. نعم. من وجهه نظرك ان الضغط يمكن اول 10 دقائق الضغط العالي للمنتخب نعم. المصري هيكسر حده بدايه المباراه وناخد ثقه. النقطه الثانيه كنت بتكلمني على ناحيه اليمين نعم. وادوار عمر جابر في المباراه اللي فاتت وازاي نطورها المباراه اللي جايه. بالظبط، اللعبه دي واحده من اعتقد اكتر لعبه شفناها في الشوط الاول محمد صلاح، ان هو كان بياخد معاه الفول باك سيس في الشوط الاول، وشفناه هو بيشاور لعمر جابر عشان يفضيه مساحه، وفعلا المساحه اتفضت لعمر جابر. كلنا عارفين والتكتيك اللعب في الكوره زي دي يا كابتن هاني ان المفروض الفول باك اول ما يطير لازم يبص على اللعيبه اللي واقفه على مشارف حدود منطقه الجزاء. بالزبط. مش اللي جوه، لان طبيعي ان المساكين هيروحوا على القريبه، طبيعي انت بتجري. ودلوقتي خلاص بقينا نشوف اللي بيوصل للخط لازم يلعب الكره على حدود ال 18 او نقطه ضربه الجزاء. بالظبط، دي الكره اللي جت لعمر، الكره دي اتلعبت لعمرو السوليه جون صحيح. مستحيل حتى مندي، لان طبيعي عمرو السوليه هيشوط على طول. بص حضرتك مندي واقف فين؟ مندي واقف القريبه صحيح، فسايب مساحه كبيره جدا من المرمى. عمرو السوليه هتجيله الكره بالظبط كده، هتجيله الكره ان هو هيشوط في الحته الفاضيه، الكره بقت هدف. بس هي في الاخر موضوع قرار من عنده، هو قرار ده اللي انت قلت عليه يا كريم، انه ان شاء الله مباراه بكره كمان باذن الله مش على الشكل التكتيكي والفني، على قرارات اللعيبه. بالظبط، وجزء زي دوت ده قرار لعيب، وجزء اخر قرار لعيب بالنسبه حتى تحرك محمد صلاح في الهدف ده قرار لعيب. نعم. انه بيقطع جوه ما بين السردباكين وبيحرز كره او بيخبطها وترجع لهدف. اخر جمله تقولها لمنتخبنا بكره قبل ما نخلص. يا رب ان شاء الله باذن الله يبقى التوفيق معانا، وباذن الله باذن الله كابتن هاني هو بالظبط اعتقد اقل من يعني 24 ساعه، وباذن الله باذن الله مصر كلها ان شاء الله بكره نحتفل بصعود منتخبنا للمونديال. يا رب يا رب ان شاء الله. يعني نشكرك شكرا جزيلا كريم، نورتنا وشرفتنا. كنت سعيد جدا جدا بتواجد حضرتك دايما بتنورنا وبتشرفنا كريم. ان شاء الله بكره يا رب ان شاء الله الساعه 9 بالليل مصر كلها ان شاء الله تكون في الشوارع بتحتفل بصعود للمره الثانيه على التوالي لكاس العالم. دعواتنا وقلوبنا مع اولادنا في دكار ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله، لقائي مع حضراتكم يوم الخميس نكون ونفرح مع منتخبنا ان شاء الله بالوصول لكاس العالم. شكرا جزيلا لحضراتكم، وان شاء الله الخميس حلقه جديده ويوم جديد من المحترف.